السلام حبيباتي، اروحونا هضروا على الفيلر، هبلتوني عليه. دونك هذا هو الفيلر اللي هضرت لكم عليه، قلت لكم يقدروا يديروه النساء الحوامل، الدراري الصغار، فيه لاكيراتين، فيه البروتين، فيه لويل داكون. المهم يقوي الشعره باش ما توليش طيح، يقوي البصيله تاع الشعره، يليسي الشعر، يعطي لابريونس للشعر، يسقم الشعر التالف يعني، ويبقى في الشعره من 6 اشهر حتى العام، يعني نتوما تستحفظ في الغسيل. دونك هذا هو سموه لو فيلر برو ماكس، هذه هي القرعه. نورمالمون راه يدير 250 في لا دوز، وفيه لا كوبي، احرزوا روحكم راه فيه التقليد. دونك كي تشرو شروم عند واحد كونفيونس، ها هو ليكم. نورمالمون مخدوم في اسطنبول تاع الترك، هذا احرزوا راه فيه لا كونترفاسون. دونك نعطيكم الطريقه الصحيحه كيف تستعملوه. توجور راكم تسقسوني واش هو لو شامبوان كلاريفيون، هذا سموه لو شامبوان كلاريفيون، هذا شي لو غول تاعه، يبيعوه بالدوز يدير 10000 ولا 20000. هذا لو غول تاعه شي يدير، يحل المسامات تاع الشعره ولا الخراشيف تاع الشعره ولا الحراشيف، سمحوا لي على التيرم، الحراشيف تاع الشعره، باش شغل يفيديها كاع من البقايا من الزيوت كاع من الاوساخ اللي في الشعره، باش الشعره تستقبل البرودوي. صافي كون ما نديروش هذا، هذا ما راحش يصدق. الكيراتين البروتين فيلر كون ما يكونش هذا، هذا ما يصدقش. وكيف هالطريقه كي ديروه 10 دقائق تخلوه في شعوركم، واذا كان الشعر مزيت بزاف تعاودوا تغسلوا به 10 دقائق واحد اخرين. ابري شا ديروا تقبضوا شعوركم تنشفوهم كامل بالسيشوار هكا، تخلوه شغل واحد 10% رطب، تخلو فيه شويه تاع الماء ماشي بزاف. ابري شا تجيبوا بانسو ريسيبيون يكون البرودوي تاعكم محطوط، وتبداو تابليكو مش باغ مش، يعني شعره بشعره شعره بشعره، ما تعرضوش لا مش، ويكون عندكم مشط ولا سلاك عينيه صغار باه يعطيكم توزيع غايه، وتقدروا تبينيترو البرودوي بيديكم وتعاودوا تسلكوا مش باغ مش باغ مش باغ مش حتى تكملوا الشعر كامل، وشبعوا الشعره ما تكونوش بخيلات. ابري شديرو تخلوه مده نصف ساعه، كي تكملي حسبي نص ساعه، تبداو تروحوا تنشفوه بالسيشوار، تنشفيه كاع تشيحيه بالسيشوار عادي جدا. ابري شديري تجيبي ليسور يكون درجه الحراره تاعو عاليه، وثاني ديري مش باغ مش، يعني من الاحسن تكون الشعره رقيقه، سينو ما يتفيكساش، باسكو ليسور هو اللي يفيكسيه، الحراره هي اللي تفيكسيه. صافي جيبو خصله تاع شعر رقاق توجور سيبارو على اربعه، ديرو هذه وحدها وهذه وحدها وهذه وحدها وهذه وحدها، وبداو تقدروا روحكم ديروه في الدار ماش باغ ماش، تفوتوها من خطره حتى ل 15 خطره في الشعر، وشعره رقيقه ما تكونش غليظه، راني نعاود نوصي فيكم. ابخي كي يبرد مورا 10 دقائق لهي تقدروا تشلوه وديروا له غير ان ابخي شامبوان، وثاني تغسل افيك ان شامبوان سون سولفات، ما تغسلوش بالشامبوان نتاعكم العادي، ما يتغسلش بالشامبوان العادي، شامبوان سون سولفات. دونك هذه هي، ومن بعدها الريزولتا تقبضوا السيشوار تاعكم غير كيما هكا بالهواء حامي، سيشوار سيشوار سيشوار، الا تنشفوه كاع من الماء غير بالسيشوار، سيبوا شعركم هبط وتشوفوا النتيجه، ينبت الشعر يطوال، ينقص التساقط، يعني عنده بزاف نتائج مذهله. دونك جيسبر تكون وصلتكم الرساله وفهمتوا كاع كيفاش ديروا الفيلر، وحرزوا تشرو التقليد صاي هذا وهذا شغل كلاريفيون اي ماركه ما يهمش، باسكو سي ان شامبوان كلاريفيون، هاوليك شامبوان كلاريفيون اي ماركه، انا عندي هذا وعندي الاخ بي. دونك كيما تبغوا، والفيلر يعني فيه الكيراتين فيه البروتين فيه كلش، ومليح بزاف، والحاجه اللي فيه شابه انه ما فيش الفورمول، الفورمول حيت شال يدير لو كونسير، راكم على بالكم باللي واعر علاه الناس. انا بيرسونيلمون الكيراتين ما نخدمهاش باسكو فيها الفورمول طالع بزاف وهو اللي يكسل شعر. دونك هذه هي حبيبتي، اللي عجبتها الفيديو ما تنساش دير جام، وانتظروني في فيديو اخر ان شاء الله. فيكم تتابعوني ايضا على الانستغرام اللي راح نكتب هنا سي كوكي.بيوتي 16، ولا الفيسبوك سي غلامور بوتي سوغر. لم يسقسوا انا منين، من ولايه تيارت بالضبط مدينه السوغر. سلام.